وقال أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ ما قالها أين الله؟ قال لا، هذه رواية ضعيفة قد لا صحيحة، أبي الشرك صحيحة، وهي فعلا صحيح، رواها الإمام أحمد وصححها ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد. عم نكرر، أنت لست من أهل الحديث ولا تعرف أصلا في الرجال. مجمع الزوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي بالثاء وليس بالتاء، وإنما ابن حجر الهيثمي رجل آخر ليس هو صاحب كتاب مجمع الزوائد. ما بتعرف اسم صاحب الكتاب وجاي تستدل وتقول قال ابن حجر صححه ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد. تفضل، هيدي وحده.